السلام عليكم ومرحبا بكم متتبعات قناة أم عثمان زيدات. اليوم إن شاء الله غيكون درس أولى عبارة عن درس فيه مجموعة من الدروس الأولية لتعلم الطرز الرباطي. هاد الدروس الأخوات اليوم غيكون الفيديو شوية طويل وعبارة عن نصائح وعبارة عن طريقة باش نتعلموا الطرز الرباطي. الأخوات اللي أول مرة يخدموا رباطي ما يمكنش يعني نخترقوا الخطوات، يعني خاص كل مرحلة وكل خطوة نعطوها حقها في التعلم. أول حاجة الخطوط غتشني في المنعرجات التموجات، أنا غنوريكم كل حاجة بحاجة، أنا غنحاول نخدم ونشرح باش ما نضيعش الوقت. الأخوات أول حاجة بالنسبة للأخت يلاه كتعلم أو لأول مرة غتعلم، أول حاجة اللي كديرها هي كتبدأ بالخطوط. لاحظي معايا أختي، بهذا الشكل هذا خطوط، وتحاول الخطوط الخط يكون فيني، يكون فيه لافينيسيون من هنايا، يكون مقاد ما يكونش فيه مرة طالعة مرة، يعني يكون عبار واحد، تاخذ عبار واحد. تبدأ واحد ستيلو ياسمين، تحاول تاخذ العبار واحد وتحاول تبدا من الاعلى للاسفل وتبدا العكس الثاني. علاش الاخوات هذه الفكره ديال انها تبدا من الاسفل الاعلى ولا من الاعلى الاسفل؟ علاش؟ اشنو الدور ديالها؟ الدور ديالها كتساعدنا بزاف الاخوات على اننا نخدمو جميع الاتجاهات، نخدمو جميع الاتجاهات في مدارتنا المرمه، نقدروا نخدموها بسهوله، ما يكونش عندنا الصعوبه ديال الاتجاه ديال المرمه. ثاني حاجه ملي كنخدموا الخطوط راه ما كنخدموش غير خط واحد الاخوات، يعني الخطوط راه كنخدموهم عده مرات. كنحاول من بعد ما نخدم الخطوطة ونحس بأنني تمكنت منهم، كنحاول نخدم بعد ما كنخدم الخطوط وكنتمكن منهم الاخوات. هذا الدرس مهم مهم جدا الاخوات، لان كيتواصلوا معي اخوات مبتدئات واللي يعني لم عمرها ما سبق لها خدمات في الماكينه، ما كدوزش هاد المراحل وكتبدا تخدم في العريشات في السبوله ولا في الوريقه، ما كتعرفش ليها وكتقول لك لقيت صعوبه. ما يمكنش تلقاي صعوبه وانت ما يمكنش تلقاي سهوله وانت ما دستيش من هاد المراحل الاولى. لاحظوا معايا كنخدم ثاني حاجه كنخدمها هو التشنيف. ثاني حاجه هي التشنيف الاخوات، ومن الاحسن نتوما ديروا لي التراسه ديالو، يعني تراسيوه عاد شنفو. راني وريتكم في فيديوهات سابقه كيفاش كنتراسيو، كنتراسيو اما بقرص اولا بالفلوس. من الاحسن تراسيو بالفلوس باش عاد تدخل الفلوس ان شاء الله. ثاني حاجه ملي كنخدموا التشنيف وكنعاودوا نخدموه كنتمكنوا منه، ضروري التشنيف يكونوا في هاد القنيتات وتكون هاد الدخيله هنايا ضروري الاخوات. كنديروا المثلثات، كنخدم المثلثات والاشاره الاخوات. ثوب ما ساعدنيش على انه ماشي شي ثوب اللي زوين، المهم انا غير كنوريكم. كنخدم المثلثات كذلك الاخوات وحتى كنتمكن منهم. علاش كندير المثلثات؟ يعني كنحرك المرمى الفوق لتحت الفوق لتحت باش ملي كنبدا نخدم كتجيني ساهله. كندير المثلثات وكنخدمهم ونعاود نخدمهم حتى كنتقن الشكل ديالهم يجي بهذه الطريقه. هذه كندير المنعرجات هذا الشكل هذا.
كنخدم المنعرجات حتى هما ياسر الكانيت غنبدل الكانيت كنخدم المنعرجات الاخوات. علاش هاد المنعرجات؟ الا لاحظتوا هاد المنعرجات كيشبهوا الخنيجرات، لاحظتوا هاد المنعرجات الا دورناه منا كيولي خنيجر. لاحظوا معايا الاخوات، يعني هذه هي التقنيه ديال الخنيجر. راه كل مرحله وعندها الدور ديالها. نحاولوا دائما تبعوا المراحل الاخوات. اليوم راه جبت المرمه الكبيره لانني بغيت الدرس يكون واصل لكم ان شاء الله بشرح وبطريقه اللي تبقاوش عاودوا تسالوا عليها. كنخدم كذلك الاخوات المبتدئات المنعرجات من بعد الخطوط المنعرجه. كنخدم حل وسد، التقنيه ديال حل وسد بهالطريقه. كيفاش كنخدم الاخوات حلو سد؟ ولاش حلو سد؟ حلو سد كتساعدنا على اننا نخدمو، كتساعدنا على اننا ستيلوات ياسمين كتساعدنا الاخوات على اننا نخدمو، كتساعدنا كثير على اننا نخدمو الوريقات اولا العليفات اولا اللويزات. لاحظوا معايا كل مرحله لاش كتليق. هاد المنعرجات كتعطينا هاد الشكل ديال الخنيجرات. هاد المثلثات كتساعدنا على نخدمو الاشكال الهندسيه. حلو سد كتساعدنا على اننا نخدمو اللويزات اولا العليفات، كل واحد شنو كيسميهم بهالطريقه، يعني كتعاوننا على اللويزات. الى لاحظتوا اللويزات هنا لخدينا، الى خدينا حل سد وحده يعني غتشكل لينا لويزه او عليفه كيف واحد كل واحد شنو كيسميها. هنا كنبداو حال كنحلو، هنا كنبداو يعني ناقصين العراض كنبداو نزيدو العراض بهالطريقه. علاش كنقولوا حلو سد؟ هنا سد، هنا كنبداو نحل حل 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 كنبداو نقصو، هي كنسدو بحال شي باب كتحلي وكتسدي. يعني هاد المراحل الاخوات كل مرحله وشنو الدور ديالها. كنتمكنوا من حل سد، كنتمكنوا من هاد الاشكال اللي درنا، كندوزو لوريقات الاخوات. يعني هذا درس لانني الاخوات على جلسه الدرس لانني غنتوقف على التعلم في البيت ديالي، يعني اخر يعني اخر الحمد لله هنيئا للاخوات اللي استفدوا من التعلم طرز رباطي عندي. غنتوقف على التعلم، وبغيت هذا الفيديو اي وحده استصعب عليها انها تعلم ترجع لهذا الفيديو من دارها تعلم. لاحظوا معايا غندوزو الوريقات. الى لاحظتوا معايا الاخوات الوريقات، الى لاحظتوا معايا الوريقات كيفاش كنخدمهم. وانتم غيبان لكم الشكل ديالهم. الى لاحظتوا هذه المرحله ديال المنعرجات، الى لاحظتوا هذه المرحله ديال المنعرجات كتساعدنا على اننا نخدموا الخنيجرات. الى دورنا كتعطي شكل ديال الخنجر، والا كملناها بهالطريقه كتعطينا، الى كملناها بهالطريقه كتعطينا هاد الوريقه هذه. لاحظتوا معايا؟ لاحظوا معايا كنبدا ناقصه العراض، كنبدا كنزيد، كنوصل رويس كنقص، وكذلك العكس. رجعنا، هذه دروس مختصره خاصه بالاخوات اللي باغيين يتعلموا. اللي باغيين يتعلموا الطرز الرباطي المتقون.
هاد الوريقات كنحتاجوهم بزاف الاخوات. حاولوا تبعوا معايا المراحل بمرحله مرحله، المرحله الاولى، المرحله الثانيه، المرحله الثالثه، المرحله الرابعه، المرحله الخامسه، والمرحله السادسه الاخوات. يعني هادو مراحل اللي خاصنا لابد في التعلم ما نمروا منهم. دابا غندوزو، خدمنا الوريقات كذلك وتمكننا منهم، غنخدموا هذا الشكل هذا. من اليوم ما بغيتش حتى شي وحده تبقى عندها صعوبه في التعلم، بغيت كلشي يتعلم وكلشي يتوكل على الله، واللي ما تحتش الفرصه انه يجي عندي او لا بعيد يتعلم من دارو يتعلم. لاحظوا معايا الاخوات هاد الشكل اللي خدمت الاخير، شوفوا شحال من درس مجموع فيه. لاحظوا معايا شحال من درس مجموع فيه، مجموع فيه الدرس الثاني ديال التشنيف، الدرس الثاني ديال التشنيف، ومجموع فيه الدرس الرابع ديال الانعراجات، ومجموع فيه الدرس الخامس. غنفسر لكم كيفاش وعلاش وعلاش هاد الارقام. هاد الارقام الدرس الثاني ديال التشنيف هي هذه. لاحظوا معايا هنا الى بان لكم لاتي، الى لاحظتوا معايا تشنيفه حدا تشنيفه، هذه الورقه يعني الدرس السادس هذا، والمنعرجات كلهم داخلين في هاد الشكل هذا. الاخوات اللي ما فاهمينش اولا اللي ما قاريينش اولا اللي عندهم مشكل، ماشي عيب، ماشي عيب، وماشي ماشي شي حاجه اللي ما نقدروش نتعلموا بها. علاش درت لكم المراحل ديال 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 التعلم؟ لان مرحله تابعه مرحله كتساعدنا على اننا نخدمه. مثلا كيف ما قلت لكم مرحله ثانيه والمرحله الرابعه كتعاوننا في هذا الشكل هذا. الى لاحظتوا راه هو التشنيف كاين، الوريقه تقريبا هي هذه. وتبعوا معايا الاخوات وان شاء الله راه باغي خصكم خير وكلكم غادي تعلموا باذن الله، ما غتبقاوش تلقاو صعوبه. وفي هذه الاشكال دائما في مثل هذه الاشكال دائما هذا الرويس نديروه رقيوق باش كيجي الشكل ديالو والجماليه ديالو بهذه الطريقه. دابا ان شاء الله غندوزو الوريدات. ملي كنخدموا هذه الاشكال كنخدموا الوريدات، الوريدات كنبداو بالوريدات على شكل قليبات. الحمد لله اليوم درس مجموع فيه جميع الدروس. عوض ما نبقى كل درس ندير لكم فيه نهار بوحدو، انا اخترت ان هذا الدرس يكون فيه مجموعين جميع الدروس. لاحظوا معي الاخوات، لاحظوا معايا كنخدم هاد الاتجاه مع هاد الاتجاه، كندور المرمى كندور المرمى كنخدم هاد الجهة مع هاد الجهة.
لاحظتوا دائما الاخوات نحاول العبارات يكونوا، هذه شويه جاتني مغايره في العبار، نحاول العبارات يكونوا تقريبا بحال هكا، بحال ثلاثه عبار واحد. كننتهي من هاد الوريضه كندوز الشكل على شكل قليب. لاحظوا معايا في نفس الاتجاه كنخدم ثاني القلب اللي مقابل معاه. كندور المرمى. كنخدم هاد الشكيل ديال القليب في الاول، الى لاح في الاول الى لاحظتوا يعني كاينه دوره واحده، في الثاني دوره جوج دورات، في الشكل الثالث واحد جوج ثلاثه دورات. هادي لاحظوا معايا في المره الاولى خدمنا جهه وحده دوره وحده، يعني الا لاحظتوا هنا على شكل تشنيفه، ها هو التشنيف ثاني خدمنا به هنايا. لاحظوا معايا دوره وحده، هنا واحد جوج، هنا واحد جوج ثلاثه. الاخوات كل ورده ما غنديرش غير مرمى واحد ونخلط فيها هادشي كامل، اولا تكون مختلطه، كل مرمى نخدم فيها نعطي لكل درس حقه. المرمى الاولى نخدم فيها الخطوط، المرمى الثانيه نخدم فيها التشنيف، وكذلك انا المراحل جمعتهم في مره واحده، وانتم كل مرمى خدموا فيها شكل معين. دابا غندوزو الخنيجرات. لاحظوا معايا الشكل ديال الخنيجرات. لاحظتوا معايا هادو هما الخنيجرة، حتى هما كنبداهم كنبدا من الراس، كناخد واحد العبار وهاد العبار اللي خديت هنا هو اللي كنبقى ندور عليه حتى كنوصل هنا وكنقص، يعني هاد البلاصه هي اللي كنقص فيها. لاحظوا معايا هنا غيبان لكم فهاد البلاصه غيبان لكم العراض تنقص. كنخدموا كذلك الخنيجرات وكنتقنوهم مزيان بهاد 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 الاشكال وبهاد هاد الحويجات اللي وريتكم. غنقدروا نكونوا جمعنا جميع الدروس ديال تعلم الطرز الرباطي، المرحله الاولى الثانيه الثالثه، يعني ثمانيه المراحل في التعلم. بالنسبه للوريدات كاين ثلاث، كاين الاولى والثانيه والثالثه، يعني نبداو بهذه نضيفوا هذه في الاخير نختموا بهذه. هذا هو الدرس تاع اليوم، كنتمنى من الله ينال الاعجاب ديالكم، والى عجبكم الفيديو ولا عجبكم المحتوى ديال القناه ديال ام عثمان زيدات، ما تنساوش اول حاجه قبل ما تبارطاجي وقبل ما نجيم او قبل ما ابوني، اول حاجه
خالص الدعاء 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 الدعاء، لانه الحاجه الوحيده اللي كنحس بها كتوصل لي القلب ديالي هو دوك الدعوات الزوينين ودوك الدعوات ديال الخير اللي كتقدموهم ليا. وكذلك ما تنساوش تقوموا بتشجيع القناه والنشر ديالها باش القناه تتوسع وباش القناه تزيد القدام. البارطاج في صفحات فيسبوك والانستغرام ومع الواتساب مع الاحباب والاصدقاء الى عجبكم المحتوى. هذا الشيء اللي كاين، والى لقاء فيديو جديد ان شاء الله.